من قناة الرافدين موجز الاقتصاد، أهلا بكم. كشفت وزارة النفط في العراق أن معدلات الغاز الإيرانية المستوردة لا تسد حاجة العراق بتوفير الطاقة الكهربائية مع دخول البلاد في فصل الصيف. وأوضحت الوزارة أن هناك اتفاقات سابقة مع إيران لتوريد الغاز بنسب مختلفة صيفا وشتاء لتشغيل المحطات، مضيفة أن المدة الماضية شهدت تفاوتا في إطلاقات الغاز إذ انحسرت وانخفضت إلى مستويات كبيرة، ما انعكس على تجهيز الطاقة الكهربائية وجعل المنظومة في حالة حرجة بسبب توقف بعض الوحدات التوليدية. أكد النائب السابق في البرلمان محمد شياع السوداني أن خزين القمح لا يكفي العراق سوى لشهر واحد فقط، وقال السوداني إن الكميات المسوقة أو إن الكميات الموجودة لغاية هذا اليوم بحدود 300,000 طن، وأن الكميات المتوقع تسويقها لن تتجاوز 1,500,000 طن، مضيفا أن هناك بلدانا فقيرة مجاورة للعراق لكنها تمتلك خزينا من الحنطة يكفي لمدة تصل إلى سنة. وكان وزير المالية السابق محمد توفيق علاوي قد اعتبر أن الشعب العراقي متجه نحو المجاعة في ظل تقارير حكومية تتحدث عن وجود خزين استراتيجي لمحصول الحنطة يكفي لثلاثة أسابيع فقط. أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن صادرات العراق النفطية إلى أمريكا تراجعت خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى متوسط 181,000 برميل يومياً. وقالت الإدارة إن متوسط الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من 8 دول بلغت 5,308,000 برميل يومياً، مرتفعة بمقدار 135,000 برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5,173,000 برميل يومياً. وأضافت أن الصادرات العراقية لأمريكا بلغت معدل 181,000 برميل يومياً الأسبوع الماضي، منخفضاً عن الأسبوع الذي سبقه الذي بلغت فيه الصادرات النفطية لأمريكا معدل 242,000 برميل يومياً. حذر اقتصاديون من استمرار الأسواق الأسهم العالمية بخسارة الأموال مع تواصل عمليات البيع المكثفة هذا الصيف، بينما ترتفع البنوك المركزية حول العالم وترفع من أسعار الفائدة لمحاولة مكافحة التضخم المتصاعد. وقال الرئيس التنفيذي في شركة الاستراتيجيات المالية روز روبيني إن البنوك المركزية ستستمر في تشديد السياسة النقدية بينما تواصل الأسواق الانحدار. وفي يوم الخميس الماضي انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من 1,000 نقطة، بينما انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 5% تقريبا، وأدى هذا الانخفاض بنسبة 5% إلى محو جميع المكاسب من ارتفاع قصير الأجل في اليوم السابق، عندما أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أنه سيرفع أسعار الفائدة. أما الآن فإلى أسعار العملات الأجنبية وأسعار المعادن. ختام الموجز، إلى اللقاء.